طارق حامد لو وافق على العقد اللي جينا من السعوديه نادي الزمالك هيرجع تاني بعد شهر، هيروح يطرد له ماتشين ثلاثه هناك، اقول له يلا روح. اشمعنى يطرد هنا؟ بص بياكل عيش هنا وده اكل عيشه في نادي الزمالك. ايوه ايه الفرق هناك؟ ولو خرج مش هينفع. بص هناك في حكام مش زي هنا، هنا بيعملوا اسم النادي ولون الفانيلا واسم اللعيب، واخد بالك؟ انما هناك والله اربع خمس ماتشات هتلاقيه مثلا اتطرد فيهم ثمان ماتشات، من اربع ماتشات هيطرد ثمان ماتشات. فهو هنا يعني ضحك على جمهور الزمالك، كل جمهور الزمالك يقول لك ده طارق حامد زي النهارده مثلا. ايوه بس انت كابتن في مباريات قلت لا طارق كويس. ايوه ما بغفلش دوره في وقت من الاوقات. أيوة يعني النهارده مثلا الحسنه الوحيده اللي عملها التشيب اللي هو عمله لزيزو، ماشي، ما احنا بنقول له العب لقدام دايما، ما تلعبش لورا، ماشي، طور نفسك بس بعد الثلاثينات يعني الكلام ده. يعني خلاص بقى اخذ الباريزه بس. فهو عايش بقى على ايه؟ لا مش هروح بس نادي الزمالك قدرني. لا يا عم روح وهترجع بعد شهر ونادي الزمالك هيفتح لك بيته تاني. يعني انا بقول لك اهو يا كابتن طارق روح، وروح العقد ده ورينا هتعمل ايه في الاحتراف، وبعد كده نجحت يا عم والمصحف لرفع لك القبعه، ما نجحتش هرفع لك القبعه برضه واقول لك نادي الزمالك اولى بيك. في اكتر من كده؟ طيب نطلع لفاصل يا كابتن، نرجع لكابتن ابو الدهب ماشي نساله عن ماتش الزمالك. انت بص يا كابتن، بس انا بقول لك برضه طارق حامد ملوش بديل في نادي الزمالك، مش هيمشي. هم اللي خلوه كده، مش هيمشي، مش هيمشي. بص هو نادي الزمالك، هو لو بطل طارق حامد نادي الزمالك هيقفل؟ مفيش نادي بيقفل يا بس حبيبي. انا بقول لك في وقت كله بص هقول لك على حاجه، ما غيروش ليه النهارده والماتش اللي فات؟ النهارده في واحده على ال 18 بعد ما عمل تغييراته طارق حامد، لو في حكم هيديله انذار، ولو هو عنده مثلا انذارين مش هيلعب ماتش الاهلي.